بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله طلبتنا الأعزاء وأسعد أوقاتكم. نتواصل معكم بتقديم محاضرات الفسلجة الطبية. وصلنا وإياكم إلى اليونت 2 Blood and Body Fluids Lecture 3 Plasma Protein. Plasma Proteins are serum albumin, serum globulin, and fibrinogen. Serum contains only albumin and globulin. Fibrinogen is absent in serum because it's converted into fibrin during blood clotting. إذن إحنا عندنا ثلاث أنواع من البروتينات في البلازما: albumin, globulin, and fibrinogen. من أقول كلمة serum موحدة معناها تحتوي فقط على الألبومين والجلوبيلين. من أقول بلازما بروتين لا، يعني معناها سيرم ألبومين، سيرم جلوبلين، فايبرينوجين. ليش السيرم يحتوي فقط على الألبومين والجلوبلين؟ لأنه الفايبرينوجين ما إلى وجود، يعني موجود بالأصل ولكن يتحول إلى الفايبرين خلال عملية تخثر الدم، والسيرم شو وقت يظهر لنا؟ يظهر لنا خلال عملية تخثر الدم. Because of this the albumin and globulin are usually called serum albumin and serum globulin. As we mentioned previously in the previous lecture, plasma proteins الدهنان هذا عينة من البلد اللي هي يعني انسحبت من شخص معين، زين. فهنا راح تنترك في فترة من الوقت أو يعني أو نسوي لها سنترفيوج، راح تكون هنا بالقاع 45% هي RBC، وأيضا polymorph nuclear cells اللي هي نيتروفيل and إيزنوفيل، وهنا 1% اللي هي بليتلت الصفيحات الدموية، والبريفرال بلاد مونونيوكلير سيلز لينفوسايت اند مونوسايت، وال 55% اللي هي البلازما، زين. 55% البلازما تتكون من ووتر بروتينز اند الكترولايت. فالبروتين هي شنو؟ هي الالبومين جلوبولين فايبرينوجين اند هرمون ترانسبورتينج بلازما بروتين، وهذه انواعها. النورمال فاليو اوف ذا بلازما بروتين، توتال بروتين 7.3 جرام بير ديسيليتر، والرينج مالتها 6.4 to 8.3 gram per deciliter. The serum albumin 4.7, the serum globulin 2.3, and fibrinogen 0.3 gram per deciliter. The albumin globulin ratio, يعني نسبة الألبومين لغلوبولين ratio, ratio between plasma level of albumin and globulin is called albumin globulin ratio. It's important indicator of some disease involving liver or kidney. فتعتبر مؤشر مهم لأمراض الكبد والكلية. طبعاً النورمال الفاليو الطبيعية لهذه الريشو 2 ألبومين إلى 1 جلوبولين. السيباريشن أوف بلازما بروتين، هاي بالحقيقة يعني كتبت لكم إياها الطرق العزل أو فصل البلازما بروتين، ولكن للأطلاع فقط، يعني ما راح أشرح لكم إياها، هاي قضية مختبرية. زين، أكثر شيء جماعة البايوكيمستري استفادوا من عندها، فمجرد يعني تركتها للاطلاع، زين. فتقريب عندنا حوالي ما يقارب 7 خطوات او 7 يعني طرق لفصل البلازما بروتين. البروبرتيز اوف بلازما بروتينز مولكولار ويت، الوزن الجزيئي، عندنا الالبومين 69000، الجلوبولين 155000، الفايبرينوجين 400000. لذلك يقول مولكولار ويت اوف فايبرينوجين از جريتر ذان ذات اوف ذا اذر تو بروتينز، من 400000 و أكثر من 166,000. الأنكوتيك بريجر، بلازما بروتينز are responsible for the oncotic or osmotic pressure in the blood. Osmotic pressure exerted by proteins in the plasma is called colloidal osmotic or oncotic pressure. فإذا هو يعتمد عليه من هذا الأنكوتيك بريجر، يعتمد على الضغط السميح، الضغط التناضحي، يعتمد على البروتينات الموجودة بالبلازما، لذلك يسمونه colloidal osmotic من قوسين oncotic pressure. يجد النورمال فاليو مالته 25 مليمتر مركوري. البومين plays major role in exerting oncotic pressure. العامل يعني البروتين الرئيسي هو منه هو الالبومين. نمبر 3 specific gravity للبلازما بروتينز 1.26%. البفر اكشن، acceptance of hydrogen ion نسميها بفر اكشن، يعني القبول بذرة هيدروجين نسميه بالبفر اكشن، وشحشينا عليه باليونت 1 الجنرال فيسيولوجي محاضره الاسيد بيس بالانس.
البلازما بروتينز هاف 1 بير 6 اوف توتال بافرينج اكشن اوف ذا بلاد. زين سدس البلازما بروتين لها سدس التوتال بافرينج اكشن اوف ذا بلاد. الاوريجين اوف ذا بلازما بروتينز ان امبريو بالجنين. ان امبريونيك ستيج the plasma protein are synthesized by the mesenchyme cells. نسميها mesenchyme cells احنا. زين اذا اخذناها بانواع mesenchyme stem cell قلنا عليها الخلايا الجذعيه. الالبومين is synthesized first and other proteins are synthesized later. اول بروتين ينصنع هو الالبومين ويجي من بعده البروتينين الاخرين الفايبرينوجين والجلوبولين. In adults the plasma proteins are synthesized mainly from the reticular endothelial cells of the liver. زين the plasma proteins are synthesized also from spleen من الطحال bone marrow النخاع العظم secreted blood cells and general tissue cells. gamma globulin is synthesized from the B lymphocytes الجاما globulin. the functions of the plasma protein هاي طبعا جدا مهم هذا الموضوع. plasma proteins are very essential for the body. إذن هي ضرورية جدا لجسم الإنسان. the following are the functions of plasma protein. First one, role in the coagulation of the blood في تخثر الدم أثناء الجروح. The fibrinogen is essential for the coagulation of the blood. من المسؤول عن هاي الفقرة أو هذه الوظيفة هو الفايبرينوجين بالصورة الرئيسية. Role in defense mechanism of the body. إذن حماية الجسم من أو حماية دفاعية في الجسم. زين اللي هو من عندنا الجاما جلوبولين. play an important role in the defense mechanism of the body by acting as antibodies. يعمل كشنو أجسام مضادة يسمون immune substances المواد المناعية أو المادة المناعية. These proteins are also called immunoglobulins. يسموها أذن البروتينات المناعية أو البروتين المناعي. Antibodies react with antigen. يتفاعل الجسم المضاد مع الجسم الغريب of various microorganisms الكائنات الدقيقة which cause disease like diphtheria الخناق, typhoid حمى التيفويد, streptococcal infections, البامس النكاف, الانفلونزا, الميزلز الحصبة, والهيباتيتس التهاب الكبد الفيروسي, الروبيلا الحصبة الألمانية, poliomyelitis شلل الأطفال. The third function role in the transport mechanism أهميتها في عملية النقل. Plasma protein are essential for the transport of various substances in the blood. إذا مسؤول عن نقل مواد كثيرة ومختلفة في الدم. Albumin, alpha-globin, and beta-globin are responsible for the transport of hormones, enzymes, and the طبعاً مسؤولة عن نقل الهرمونات والإنزيمات الألفا, albumin, alpha-globin, and beta-globin. The alpha and beta-globin play an important role in the transport of metals in the blood. أيضاً نقل المعادن في الدم. الوظيفة الرابعة role in the maintenance of the osmotic pressure in the blood. إذن الحفاظ على الضغط التناضحي في الدم. At the capillary level في يعني في مستوى الأوعية الدموية الشعرية most of the substances are exchanged راح يصير تبادل بين الدم وبين التشوز between the blood and tissues. However, because of their large size the plasma proteins cannot pass through the capillary membrane easily and remain in the blood. ولذلك بسبب حجمها الكبير هذا البلازما بروتين فما راح تستطيع أن تعبر وتبقى يعني خلال جدار الأوعية الدموية الشعرية لذلك راح تبقى بالبلد. In the blood these proteins exert the colloidal osmotic pressure oncotic pressure ولذلك راح تكون وجودها تسبب لنا هذا الضغط التناضحي. زين طبعا هذا الضغط التناضحي يقول exerted by the plasma protein about طبعا هو 25 مليمتر مركري since the concentration of the albumin is more than the other plasma protein and it exerts maximum pressure. Globulin is the next and fibrinogen exerts least pressure. فأول واحد بالقمة هو الألبومين يجي من بعد الجلوبولين ومن بعد الفايبرينوجين. Importance of osmotic pressure Starling's hypothesis نظرية ستارلينج في أهمية الضغط التناضحي. Osmotic pressure exerted by the plasma protein play an important role in the exchange of various substances between blood and cells through capillary membrane. وإحنا قلنا طبعا هسه تقريبا نفس المعلومة عادت انه يفيدنا هذا الضغط التناضحي بعملية تبادل المواد بين الدم والنسيج من خلال الجدار الأوعية الدموية الشعرية. According to the Starling hypothesis the net filtration then المحصلة النهائية through capillary membrane هي proportional to the hydrostatic pressure الضغط الهيدروستاتيكي difference across the membrane زين الاختلاف في هذا الضغط مطروح من عند الأونكوتيك pressure difference.
الـ Rule and Regulation of the Acid-Base Balance أهمية بعملية التوازن الحامضي والقاعدي بالجسم. Plasma protein particularly the albumin play an important role in the regulating acid-base balance in the blood, and this is because of the virtue of their buffering action بسبب تقبلها لعنصر الهيدروجين أو هيدروجين أيون. Plasma protein are responsible for 15% of buffering capacity of the blood. Then plasma protein مسؤول عن 15% من عملية البفرنج في قابلية البفرنج في البلد. Rule in the viscosity of blood function السادسة أهمية في لزوجة الدم. Plasma proteins provide viscosity to the blood which is important to maintain the blood pressure. فهذه أهميتها تحافظ على ضغط الدم. Albumin provides maximum viscosity than the other plasma protein. ومن المسؤول الرئيسي على الفيسكوسيتي هو الألبومين أكثر من الجلوبولين والفايبرينوجين. Rule in the erythrocyte sedimentation rate في أيضا أهمية في معدل الترسيب. زين هذا لو سحب البلد وتركناه لمدة ساعة راح تظهر النهاية النتيجة اللي هي يقول distance in the millimeter blood cell full in one hour is the sed rate. فهاي نهاية راح يقول تتراكم هنا أو تترسب. فهاي هنا نسمها بعملية هنا رولكس فورميشن. هذا الصورة هنا نشوف هنا كرية فكرية. سبحان الله. Globulin and fibrinogen accelerate the tendency of رولكس فورميشن by the red blood cells. هاي بلازما بروتين وجودها اللي هو الجلوبلين والفايبرينوجين يسرع بهاي العملية اللي تصير بهاي الشكل اللطيف بالنسبة للكرات الدم الحمر. Rolex formation is responsible for the erythrocyte ESR or erythrocyte sedimentation rate, which is an important diagnostic and prognostic tool. فإذا نقول هي معناها شنو هي؟ يقول معناها التصاق أو تراص خلايا الدم مع بعضها مكونة سلسلة مثل السلسلة، وهاي يعني مسؤولة هي هاي السلسلة مسؤولة عن الerythrocyte sedimentation rate أو ESR نسميها إحنا، وهاي طبعا تعتبر تشخيصية أيضا. وتعطي توقعات أيضا التوقعية للعديد من الأمراض. Rule in the suspension of stability of the red blood cells. إذن أيضا يعني أهميته في عملية نسمي إحنا الاستقرار المعلق. زين يقول during the circulation the red blood cells remain suspended uniformly in the blood. تبقى معلقة بصورة أو بشكل موحد في الدم. بس يعني مو تتكتل بمكان واحد، لا، وإنما تبقى هي يعني نقول معلق suspend يعني معلق زين بالوجودها بالدم. This property of the red blood cells is called the suspension stability. The globulin and fibrinogen help in the suspension stability of the red blood cells. وأيضا المسؤول الرئيسي من البروتين هو الجلوبلين والفايبرينوجين. Rule in the production of the trephon substances. The trephon substances are necessary for nourishment of tissues. Tissue cells and the culture في الوسط الزرعي. في الوسط الزرعي يقول هذه المادة جدا ضرورية لعملية تغذية النسيج أو الخلية. These substances are produced by leukocytes تنتج من قبل كريات الدم البيضاء from the plasma protein. Rule as preserve proteins تعمل كبروتينات احتياطية during fasting خلال يعني فترة الصيام. Inadequate food intake يعني عدم أخذ طعام كافي or inadequate protein intake أو عدم أخذ بروتين كافي. The plasma protein are utilized by the body tissues. فراح تستخدم البلازما بروتين زي من قبل النسيج الموجود بالجسم as the last source of the energy تعتبر كمصدر نهائي إلى الطاقة. Plasma protein are split into the amino acids راح تنشط إلى الحوامض الأمينية من خلال وجود الماكروفيز tissue macrophages. هذه الأمينو أسيد راح تسوي راح are taken back by blood راح تأخذ مرة ثانية عن طريق الدم وتتوزع خلال الجسم تكون لنا cellular protein molecules. Because of this the plasma proteins are called the reserve proteins تسمى بالبروتينات الاحتياطية أو المخزونة. البلازما فريسز أيضا هاي يسموها فصادة البلازما. شو معناتها سنعرف شو معناتها. بلازما فريسز is an experimental procedure هي طريقة تجريبية done in animals وين أيضا تطبق في الحيوانات أو تجرى الحيوانات to demonstrate the importance of plasma protein حتى
لتحديد أهمية البلازما بروتين. شنو الطريقة؟ البلازما فريتز is demonstrated in the dogs. في الكلاب blood is removed completely from the body of the dog. ينسحب الدم تماما كله من الكلب. الريد بلاد سيلز ار سيبريتد فروم بلازما. تنفصل كرات وفصل كرات الدم الحمر عن البلازما من ياخذون يسحبون هذا الدم. And are washed in saline and reinfused into the body of the same dog. وراح يغسلونه بالماء المالح وإعادة إعادته إلى نفس الكلب. Then along with physiological solution called LOX solution, مع محلول يسمونه LOX solution. Due to sudden lack of proteins, بسبب فقدان المفاجئ لهذا البروتين, the animal undergoes state of shock. راح يمر يعني بمرحلة أو في مرحلة من الصدمة. If the animal is fed with diet containing sufficiently high quantity of proteins, إذا طعموه هذا الحيوان بغذاء حاوي على كميات عالية من البروتين, the normal level of plasma protein is restored within 7 days. راح يرجع القيمة يعني المستوى الطبيعي للبلازما بروتين يعاد استرجاعه خلال 7 أيام. And the animal survive, والحيوان يعني يعيش وتمشي حياته ماكو مشكلة. The new plasma proteins are synthesized by the liver, اللي تصنع من خلال الكبد مالت الكلب. If the experiment is done on animals after removal of the liver, ولكن إذا التجربة يعني نفذت على الحيوانات ولكن شنو بعد إزالة الكبد من عندها, زين حتى لو كان يقول الدايت contains adequate quantity of proteins, حتى لو إن كان الطعام يعطوها بكبية كافية من البروتين, ولكن the plasma proteins are not produced, ما راح تنتج هذا البلازما بروتين. زين لأنه الليفر يعني بعد إحنا هو له الأهمية الرئيسية في عملية تكوين البلازما بروتين, فراح إذا انشال الليفر من الجسم من هذه الحيوانات فما راح تستطيع أنه تغطي النقص الموجود. لذلك the shock persists, الصدمة راح تبقى تطول عند الحيوان and leads to the death, وتسبب لنا موته. Thus the experiment plasma pheresis, إذن هي هذه فصادة البلازما نسميها, إذن used to demonstrate, حتى تحدد أول شيء importance of plasma protein for survival, أهمية البلازما بروتين للبقاء زين, وsynthesis of plasma protein by the liver, وصناعة البلازما بروتين عن طريق الكبد. Clinical significance of plasmapheresis therapeutic plasma exchange, الأهمية السريرية في تبادل البلازما العلاجية. Plasmapheresis is used as blood purification procedure, زين من خلال أن نستخدم طريقة تنقية الدم, أو effective temporary treatment of many autoimmune diseases, زين أو أن مؤثر أيضا في علاج الكثير من الأمراض المناعية. It's also called therapeutic plasma exchange, تسمى أيضا بالتبادل البلازمي العلاجي. In an autoimmune disease, the immune system attacks the body's own tissue through antibodies. يقول خلال الأمراض يعني المناعية هو شنو يصير هنا, يقول إنه الجهاز المناعي راح يوجه هجمات من نفس يعني تلقى هجمات من نفس الأنسجة الموجودة من خلال شنو يعني هذا الجهاز المناعي يصنع مضادات أو أجسام مضادة على نفس النسيج الموجود في نفس الجسم, يعني مو على يعني مو من غير جسم أو من غير كذا, وإنما نفس جسم الإنسان راح ينتج أجسام مضادة antibodies, زين وراح يعني تستخدم هذه في مضرة الأنسجة الموجودة في نفس الجسم وتسبب من الأمراض المناعية. The antibodies that are proteins in nature circulate in the bloodstream, زين فيقول هذا الأجسام المضادة يقول راح لطبيعتها بين البروتينات راح تفتر أو تدور في المجرى الدم قبل أنه لا يعني تروح للنسيج المستهدف. بلازما فيريس is used to remove these antibodies, لذلك قبل لا توصل أو تسبب لنا هجوم على هذا النسيج المستهدف العملية فصادة البلازما راح تزيل هذه الأجسام المضادة من الدم. البروسيجر للإطلاع زين, وهنا نقول أن plasmapheresis is an effective temporary treatment for the following disease, يتعتبر تأثيرها مؤقت بعلاج مؤقت اللي هي مستيني جريفز, اللي هو شنو معناه مستيني جريفز, هو autoimmune disease, مرض مناعي سبب لنا المصل weakness, ضعف العضلة. thrombocytopenic purpura bleeding disorder, أمراض النزف.
paraprotonemic peripheral neuropathy, dysfunction of the peripheral nervous system. إذن هو يصير خلل في وظيفة الجهاز العصبي المحيط نتيجة الابنورمال immunoglobulin called paraprotein بسبب يعني جلوبولين مناعي غير طبيعي نسميه البارابروتين. chronic demyelinating polyneuropathy neurological disorder هو أيضا مرض يصيب الجهاز العصبي characterized by progressive weakness ضعف حاد and impaired sensory function وانعدام وظيفة التحسس in the legs and بالساق والذراع and arms due to شنو damage of myelin sheath تلف بالغمد الخلية العصبية in the peripheral nerves لأن بالأعصاب المحيطة. جوليان بيري سيندروم autoimmune disease causing weakness أيضا سبب ضعف abnormal sensation تنميل أو tingling in the limbs and paralysis وشلل. لامبرت إيتان ميستينيك سيندروم autoimmune disorder أيضا of the neuromuscular junction بين اتصال بين العضلة والخلية العصبية. Variations of plasma protein level of the plasma protein vary independently of one another يختلف يعني بصورة غير معتمدة من بروتين إلى آخر. However, in the several conditions, the quantity of albumin and globulin change in opposite direction. تتغير كثير من الحالات تتغير بالاتجاه المعاكس. Elevation of all fractions of plasma proteins called ارتفاع كل أجزاء البلازما بروتين يسموه بالهايبربروتينيميا and decrease in all fractions of the plasma protein is called hypoproteinemia وقلة أجزاءها من كل جوانب البلازما بروتين يسموه hypoproteinemia. وهاي احنا عندنا ماما بلازما بروتين عندنا التوتال بروتين وعندنا الألبومين منطقة على الكونديشن اللي تزداد بها والكونديشن اللي تقل بها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.